يعني حديث الساعه صفقه محمود عبد المنعم كهربا في النادي الاهلي. وعايز اسالك سؤال بمنتهى الامانه، مين المسؤول عن رحيل كهربا من نادي الزمالك بالشكل ده ووجوده دلوقتي في النادي الاهلي؟ هو اللي احنا عارفينه العقد بتاعه. هو فسخ العقد او العقد ما كانش متوثق حاجه كده، فبناء عليه راح للنادي الاهلي، استغلوا الثغره اللي في العقد. فمين اللي عامل العقد بتاعه يعني؟ هيفيد النادي الاهلي كهربا ولا لا؟ طبعا. طبعا كهربا لعيب محترم ولعيب كويس جدا جدا. يمكن الناس اللي عندها زعلانه او متضايقه من اللي حصل ورحيل كهربا عن نادي الزمالك بيقولوا ان كهربا مش لعيب كويس، لا مش هيفيد النادي الاهلي في مكانه رمضان او في مكانه ايا كان مين اللعيب اللي موجود مكانه. خلي بالك كهربا عنده ميزات كتيره جدا طبعا، بعيد عن اي حاجه هو لعيب كويس جدا، عنده الستارت سريع جدا، الستارت اول ثلاث خطوات صحيح ده عاليه جدا. سريع لما بيفتح الاسبرنت سريع، كورته هايله، حتى شويه تركيز قدام المرمى هيبقى منتخب مصر الاول. كواحد زملكاوي زعلان من كهربا ولا شايف ان هو بص لحته ثانيه، بص المستقبل، بص الحاجه، بص ايا كان ايه يعني الطموح عنده؟ لا ما اصل انت زعلان منه ليه؟ يعني معلش انا زعلان كهربا، احنا كنا عصرنا حصلت له مشاكل، هو مش عايز يقعد في نادي الزمالك خلاص. هو حصلت له مشاكل كتير ومش عايز يقعد في نادي الزمالك خلاص، انت حر. بدل عقدك يسمح ان انت تقدر تمشي زي ما حصل خلاص.